يطلعهم المغاربة آخر ما كنا نتصوره هو أن يخرج من بيننا مغاربة ليتهموا حركة المقاومة الوطنية والإسلامية في فلسطين على أنها إرهابية. لا أكاد أصدق شخصيا أنه بيننا مغاربة في الوقت اللي ملك البلاد يقول أن القضية الفلسطينية هي في نفس مستوى القضية الوطنية الأولى، كيخرجوا علينا ناس يقولون بأننا لسنا معنيين بالمقاومة وأنها مقاومة إرهابية يجب محاصرتها ودعم إسرائيل التي يعتبرها البعض دولة ديمقراطية، في الوقت اللي حقائق التاريخ وحقائق الواقع تقول بأن الإرهابي الوحيد في هذه المنطقة هو الكيان الصهيوني الذي لا يتوالى منذ عشرات السنوات على قتل الأطفال والنساء. اليوم يقصف سيارات الإسعاف، يهاجم المستشفيات، يحاصر الناس، يقطع الماء والكهرباء وكل مقومات الحياة على الشعب بأكمله. وحينما يدافع هذا الشعب عن نفسه بطريقة مشروعة بما يوافق الشرائع الدولية والدينية والإنسانية دفاعا عن النفس، كنلقاو أنه هناك ناس يقولون بأن هذه المقاومة مقاومة إرهابية، الذي يثلج الصدر على أن هذه الأصوات أصوات النشاز، أصوات شادة معزولة، وأن المغاربة بمختلف تلاوينهم بتعددهم، حتى الشباب في ملاعب كرة القدم عبروا عن دائما على أن القضية الفلسطينية قضية في القلب، وأن عملية طوفان الأقصى كما تلاحظ أحيت في المغاربة هذا الشعور بالفخر والاعتزاز والدفاع عن قضية عادلة لا يمكن إلا أن نساندها إلى حين أن تنتصر وإلى حين أن إلى جلاء الاحتلال وإلى حين حصول إخوتنا وشقائنا الفلسطينيين على دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. بالنسبة لهؤلاء الذين يقولون بقصف حماس للصهاينة بأنه عمل إرهابي، يكون كالذي يقوم بالإرهاب بواسطة أسطول ويلوم الذي يقوم بالإرهاب بواسطة قارب، فشتان بين القارب والأسطول. فحينما تأتي إسرائيل إلى أرض غزة وأرض فلسطين وتفرغ حممها وتفرغ ما تفرغه مما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلمه من دمار ومن إحراق ومن تدمير للبنية التحتية الفلسطينية، وفي المقابل صواريخ الله سبحانه وتعالى ينزل بها البركة. ولكن في ديننا داوود قتل جالوت، كان جالوت عملاقا وكان داوود ليس بعملاق، قتل داوود جالوت، وهذا العصر إن شاء الله سيقتل داوود الذي هو المجاهدون الفلسطينيون، سيقتلون جالوت الذي هو الصهاينة والذي هو دولة إسرائيل.